انزين، وقلب الجيم الى ياء هذا عادة قبيلة تميم، هذه مو عادة. اي بس هذه مو كويتية، لا يعني كويتية كلنا هذه. نقول دي اي لا لا هذه مو كويتية، هذه عادة تميم. اللي عادة ياي تميم هذا اللي الناس اللي يقلبون اعتقد احنا في الخليج بروحنا اللي نسوي. لا لا كل الشريط الساحلي، لا عمان والله، بحرين والامارات كلهم يقولون عادي. بس ليش الكويت متهمه؟ لان الكويت في سنه 61 يمكن 62 فتحت تلفزيون دوله الكويت في دبي فوصلت لهم مسلسلاتنا. زين، فشافوا الجيمياء فقالوا هم الكويتيين اللي غلبوا، انتم اللي خربتوها. لا احنا جبناها مهجرتنا، يمينا من نجد. النجاده هناك في نجد، هم يغلبون الجيمياء في 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 بعض الكلمات. فالشاعره التميميه عثيمه اسمها، هذه قالت الشعر سنه 600 قبل الهجره. قالت ان هجت الشجر الشير، فقالت ان لم يكن فيكن ظل ولا جنى، ابعدكن الله من شيارات او شيارات. واني اراه على الاكام شيرا، وهناك مسيد، وهناك يربوع، وهناك صهري. كل هذه كلمات موجوده في القاموس على قلب الجيمياء. فاحنا يوم جبناها هني عندنا، زين، خذينا هذه الكم من الكلمات، خمس ست كلمات، بس مع الاسف بدانا نتوسع، قمنا نقلب اي جيم. ليش؟ لان قرب المسافه في جبله يم بعض. عارفين بعضهم. مثل انتم في البيت تقولون حكي، ما تقولون ما لا، يعني الطريقه من الكلام بالبيت، في اي شخص في بيتك طريقه كلامه ما يقولها برا. ليش؟ لانه ما يفهمونه، فتلقاه في البيت. او انه يكون في شيء متعارف عليه داخل البيت، فاللي برا ما راح يفهمه. اي فهم الاهل نفسهم او اهل جبله هلهلوا الياء، زين، وبدات تنتشر. ودليلها ان مجمع اللغه العربيه في المدينه المنوره، وانا جلست مع الدكتور استاذ دكتور الصاعدي سنة 2016، طلعوا لها تعريف. قلب الكاف تشا، هذه الكشكشة. زين، قلب القاف قاف، هذه القلقلة. قلب الجيم ياء، هذه ما لها تعريف. ما لها تعريف، لأنها شنو؟ هم كلهم خمس كلمات في القاموس. زين، احنا فتحناها. فيوم اتضحت فكوتناها. وايضا الخليج تبعنا. ايضا البحرين والامارات اتبعونا في عمليه القلب، ولا بالقاموس ما 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 في الا خمس كلمات. فقام مجمع اللغه العربيه في عمل دراسه وبحث وتخصيص دفن او تعريف حقها، فقالوا نسميها اليأيأة، ومن بعضهم قال الجأجأة. زين، فهذا دليل على ان الجيم الاوليه جيم. بس بعدين مع الوقت طيحناها. جميل.